مسارنا وانطلاقنا في شوط آخر، يحمل بداية موفقة، يحمل انطلاق موفق، يحمل مسار موفق من خلال هذه اللحظات. الله 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 الله. إذا للصدارة نذهب، إلى الانطلاق نبدأ من خلال هذه اللحظة إلى مقدمة هذا الشوط. اذهب إلى مقدمة البداية الأولى التي تحمل هذه الانطلاقة وتحمل هذا المسار. يا سلام يا سلام، تبدأ بالمقدمة وأبدأ أيضا بسير الصدارة التي تبدأ هنا في هذه الاندفاعة الأولى. هنا إلى المقدمة إذا نذهب مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات، نتابع هذا الاندفاع الذي يبدأ في هذا المسار ولتعلن انطلاقته. يحمل جديدا في 8 كيلومترات سوف تكون حاضرة أيضا من خلال هذا الاندفاع. العنود تبدأ على المقدمة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذا المسار. والمركز الثاني، يا سلام، المركز الثاني متواجدة في حفلة في المركز الثاني لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. أما المركز الثالث، الله 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 الله، الشكل على المركز الثالث شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة، بينما وهيلة تبدأ هناك في المركز الرابع لهجن العاصفة والتي تحمل هذه الإثارة مع حمد بن راشد بن غدير. وهنا أيضا تعلن اندفاعتي، يا سلام يا سلام، الظبي الظبي اسمه شيخ حمدان بن راشد مكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان الذي يواصل هذا الانطلاق ويواصل هذا الاندفاع. بينما المركز السادس، نعود مع المركز السادس، نتابع في سادس المراكز وهي مهابه. هناك في المركز ايضا السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. ومحاوله تبدا في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد مكتوم مع عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. والمتحده تاتي على المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. وهناك على المركز العاشر، يا سلام، على الظبي في المركز العاشر لهجن الرئاسة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد آل خيالي. هذه الأسماء وهذه التحديات وهذه الانطلاقات التي تبدأ في هذا المسار. نسير مع البداية، نسير مع انطلاقة هذا الشوط، نتابع هذه اللحظة التي تحمل بداية انطلاقنا ومسارنا المتجدد في هذا الاندفاع وفي هذه الانطلاقة القوية التي بدأت أيضا تحمل هذا الشوط وانطلاقه ومتابعته في هذا المسار. نتابع المقدمة، نعود مع العنود التي انطلقت على المركز الأول في هذه اللحظات، حاملة هذه البداية الأولى وحاملة هذا المسار الذي يعلن هذه الانطلاقة التي تبدأ بها منافساتي ومناوشاتي المقدمة الأولى. العنود إذن على الصدارة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. هناك على المركز الثاني، يا سلام يا سلام، حفلة على المركز الثاني في هذا التحدي وهذه الإثارة اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. ويا سلامي، محاولة في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم أيضا بقيادة الإثارة التي تبدأ مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. بينما المركز الرابع يحمل أيضا انطلاق المركز الرابع، يا سلام، هي الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقع الذي يبدأ به هذا الاندفاع. انتقل للمركز الخامس، نذهب إذن للمركز الخامس، نتابع هذه البداية. الشايبي اسمه شيخ زايد بن المر المكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي. والمركز السادس،
وهيلة على المركز السادس الهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الذي يحمل أيضا مهابة تأتي على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثامن انطلاقنا في المركز الثامن من خلال هذه الاندفاعة القوية الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان. هذه الأسماء الأولى التي نبدأ بها من خلال هذه اللحظات هنا في المركز التاسع. لابد ايضا من استكمال المراكز هي شكل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوه، ايضا هناك في المركز العاشر المتحده في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه الاسماء التي نبدا بها اثارتنا، نبدا بها مسارنا، نبدا بها ايضا كل اثارتنا لهذا الشوط، ونحن هنا من خلال هذا المسار نتوجه ايضا في هذه اللحظه الى البدايه التي تعلن هذا الانطلاق وتعلن هذا المسار وتعلن هذه البدايه الاولى. الله الله يا العنود، الله يا العنود على المقدمه. هو في البدايه الاولى هناك لسمو الشيخ في المقدمه والمركز الاول، تنطلق مع هذه اللحظه هناك لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. في هذه اللحظة المركز الثاني تقدمت بقوة شايبة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي، والمركز الثالث يا سلام على حفله في المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الرابع في هذه الانطلاقه التي تبدا في هذا المسار ما شاء الله ايضا في المركز الرابع، وتابع وجود المركز الرابع وهي وهيله على المركز الرابع ايضا لهجن العصر مع حمد بن راشد بن غدير، بينما تعود ايضا هنا في هذا الانطلاق محاولة أيضا في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بن عرط الحميري، والمركز السادس عودة إلى المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير هناك على المركز السابع. ما شاء الله في هذه اللحظة عودة إلى انطلاقة الشكل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع قليفة بن سالم بالصقعة. الله 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 الله، إذا هنا البداية، هنا الاندفاع، هنا المسار، هنا الذي يبدأ في هذه اللحظة بانطلاقة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، من المقدمة نذهب من الإدارة التي نبدأ بها أيضا في هذا المسار، ونتابع هذه اللحظة، نتابع هذه الانطلاقة. الله الله الله، بالمقدمة لا تزال لا تزال لا تزال على المقدمة، ولا تزال على البداية الأولى أيضا في هذا المسار. الله يا العنود على المقدمة. هناك في المركز الثاني هي الشايبة في المركز الثاني في هذه اللحظة وفي هذه الانطلاقة التي تبدأ هناك من خلال هذا المسار ما شاء الله. إذن هنا العنود العنود والشايبة على المركزين الأول والثاني في هذه اللحظة في هذه المتابعة التي تبدأ هنا، وننتظر أيضا استكمال بقية القادمين لهذا التحدي وهذا المسار. المركز الثالث أعود مع المركز الثالث، وتابع أيضا وجود هنا حفلة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع انطلاقة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد ووهيله، وصلت وهيله خذت الموقع الممتاز وهيله لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدي الذي يعلن هذا الانطلاق ويعلن هذا التواصل ما شاء الله وتبارك الله. إذا في هذه الاندفاع وفي هذا المسار وفي هذه اللحظة التي يشهدها هذا الميدان وتشهد هذه التحديات والإثارة، الله 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 الله، إذا نتابع المقدمة، نتابع اللحظة التي تبدأ بها مسارنا الأول. نذهب إلى مقدمة الشوط، نبدأ هناك مع بقائنا مع المقدمة التي تبدأ هنا العنود أيضا بقيادتها من خلال هذا المسار ومن خلال هذه البداية الأولى. يا سلام، انطلق الكل والكل سار أيضا يبحث عن هذه اللحظة، يبحث عن هذا المسار، يبحث أيضا عن هذه الاندفاعة الأولى. وجود وجود العنود على المقدمة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وأتوقع أنه وهيلة وصلت وهيلة وصلت وهيلة، تعرف الموقع، تعرف خلاص وهيلة خبرة السنين هنا، تعرف وهيلة أن موقع 2 كيلو يعني الخط المستقيم خلاص من خلال هذا الأداء. يا سلام على
المقدمة. يا سلام يا سلام، وهيله في المركز الثاني لهج العاصمة، وايضا تليها الشايبة في المركز الثالث لاسم الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي. هذه البداية، وهنا ايضا المسار، وهنا الانطلاق، هنا التحديات التي تبدأ في هذه اللحظة حاملين هذه البداية الأولى. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مع هذه البداية، مع هذه اللحظة، شوف التسلل واضح على مقدمة هذا الشوط كما نتابع في الكادر العلوي. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا تبدأ من خلال هذه البداية منافسة بين العنود ووهيله على الصدارة للعاصفة وهجنها والانطلاق الذي يحمل أيضا المركز الثالث مع وجود المركز الثالث الشايب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وأيضا القيادة هناك لحمد بن علي العويسي. هذه الأسماء الأولى، وهذه الانطلاقات التي بدأت الضبي، وصلت أيضا في هذه اللحظة لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي البارع يا أبو الضبي. وصل الضبي وتأتينا هناك حفلة أيضا سمو الشيخ حمدان برايس المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، ويا سلامي، وتأتي المتحدة على المركز السادس أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه الأسماء التي نبدأ بهذا الشوط ونبدأ بهذا المسار. يا سلام، البداية لا تزال الصدارة هنا تحمل هذا الانطلاق، تحمل هذه اللحظة، تحمل مع الكيلومتر الأخير. يا سلام يا سلام، هناك البداية التي تحمل هذه اللحظة وتحمل هذه الانطلاقة. الله 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 الله، هي العنود على المركز الأول لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدي الذي يطلق أيضا العنان لهذه التحديات وهذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، صارت العنود بدأت تقول 8 كيلومترات، أعلنت أنها موجودة على المركز الأول على الصدارة الأولى هنا من خلال هذه اللحظة الجميلة. العنود على المقدمة في الصدارة والمركز الثاني، تأتي الضبي في المركز الثاني الهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في هذه الانطلاقة النهائية. سلام، ولكن العنود تحافظ على الفارق، تعلن أنها متصدرة في هذا الشوط في هذا المكان الموقع الممتاز، موقع الناموس الذي يحمل هذه البداية. إذا انتهينا والناموس الهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذه الانطلاقة الفردية في مقدمة هذا الشوط. سلامي على العنود. يا سلام، وشكرا يا الواثق حمد بن راشد بن غدي الذي يطلق أيضا عنانه لهذه التحديات، وأيضا يحدد مسار المركز الأول في هذه اللحظة من خلال هذه الانطلاقة النهائية. سلام، تونا واصلين هنا المربع، وتبدأ أيضا لحظات النهائية. المركز الثاني الضبي في المركز الثاني لهجن الرئاسة، والمركز الثالث هيبة في المركز الثالث لهجن العاصفة، والمركز الرابع تعود هيلة أيضا لهجن العاصفة. هنا نعود مع المركز الثالث في هذه اللحظات، ونعود مع المقدمة، نتابع التوقيت الزمني الذي يبدأ بهذا الشوط وتبدأ به انطلاقات هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، هذه هي المقدمة وهذه هي العنود. 12 دقيقة 46 ثانية في هذه اللحظة وفي هذا المسار. يا سلام، تهانينا والناموس. 12 دقيقة و48 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية هو توقيت المركز الأول، وهي العنود المركز الثاني. الضبي اللي وصلت في المركز الثاني أيضا تهانينا، والناموس لهجن الرئاسة تهانينا. عيسى بن أحمد بن مايد الأخير 12 دقيقة 55 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثواني. والمركز الثالث، يا سلام يا سلام يا سلام، على المركز الثالث كانت هيبة في المركز الثالث، تهانينا والناموس لهجن العاصفة تهانينا لحمد بن راشد بن غدير 12 دقيقة 57 ثانية و7 من الأجزاء من الثواني.